دابا كاين ديور اكثر من هكا اكثر من الشتاء هكا شي ما يمكنش ندخلوا ليه حنا نسكنوا فيه بحال هكا داخلين دابا ومغامرين بالوصلة يا وشوف انت الضلال كاع تشقات راه تهود لتحت سمعنا انه تعاودت تعاودت الزنزان في الصباح يا تعاودت ثلاثه د المرات دابا شي ثلاثه د الخطرات اللي ضربت انت شوف شوف انت بينك تصور لنا المحاضره هو دابا كلشي كيبان اخويا للناس اذا هذا نداء كيوجهوا هاد الناس من هاد المنطقه هادي دوار اغز الناس محتاجين يعني خيام انا سيدي خدمه ماشي شوار محتاجين خيام واقيلا ربما باش فين تباتوا محتاجين الاطعام محتاجين الخيام محتاجين كلشي ماكله ماكله بالنسبه للماء اللي صالح للشرب وبغينا نشوفوا من خلالنا حتى بالنسبه للسكنه الناس مساكنه ضعاف وما عندهم حتى شي حاجه طلب الاصلاح الناس اللي بغوا يديروا الاصلاح ما عندهم باش يديروا الاصلاح الحاله ضعيفه يعني الحاله ضعيفه حتى واحد ما عندوش يبقى بحال هكا تدا ليه شي حاجه اذا هذا النداء كنوجهوا للسلطات المحليه عندنا الوليدات وعندنا دابا حتى الناس اللي تصابوا راه كاينين في السبيطار واحد السيد مسكين تصاب ليه الدري دابا هذيك الموته هنا لا كاين واحد السيد دابا في بيت الخطر ما تيهضرش مسكين طيحوا من السطح سيفون وكل شيء وكل شيء مشى يلاه يلاه خرج خرج من هنا خرج إذا المشاهدين الكرام أذكر أننا مباشرة في أحد الدواوير دوار إغز دوار إغز جماعة هذا سيدي إذا قول لنا شي كلمة أخيرة وشي رسالة تبغيو توجهوها أخويا تنتوج هذه الرسالة هذه الناس ديال دوار إغز جماعة هذا سيدي تنتوجوا للسلطات بغينا نشوفوا من حالنا يديروا معنا شي حاجة بغينا نشوفوا من حالنا حنا الديور ما بقاوش عندنا أنت تضرب لي واحد اللايف مع هذيك الدار تاع هي باش دابا السكن ما عندناش فين نسكنوا وبغينا نشوفوا من حالنا يشوفونا راه الناس كامل ضعافة حتى الانسان الا بغى يصلح راه حتى ما كاين ما الطما يتصلح حتى الاصلاح ما كاين ما يتصلح الانسان دابا الا بغى سميتو راه غيريب ويعاود من الاول حيت داك الشيء ضربو وواقف بحال هكا واقف بحال الباليزه شكرا جزيلا كما سمعتوا شفتوا معنا مشاهدينا الكرام مباشرة عبر جريدة أصوات الإلكترونية كما شفتوا معنا مشاهدينا نحن مازال مستمرين معكم في التغطية المباشرة من هاد المنطقة كما كتشوفوا مشاهدينا شوف على المشكل عاود هكا قول لنا تحت كامله السيد مشى طلع الدار ساكنه كلشي لبعاد حتى شي مشاكل انا عرفت واحد الشيء ساكنه بوحدك ولا معاه؟ لا شفنا انا ما ديش بغيناك تعطينا شنو الرساله اللي تبغي توجه للناس اللي كيشوفوكم شنو الرساله تبغوا توجهوا لهم نتوما داك الشيء اللي كان الناس سايباتو غير في الخلاء الناس سايباتو غير في الخلاء والولاد كلشي الخلاء كلهم طاحوا ما ياكل ما كاين شكوك يكون خير شكرا شكرا بسم الله قلنا شي كلمة إذن كما شفتوا وسمعتوا مشاهدينا الكرام مباشرة من الدوار هذا نواحي يعني مجات إقليم شيشاوة نواحي الحوز إذن غنحاولوا ناخذوا ارتسامات أيضا من عند النساء المتضررات شي كلمة قلنا عاودي لنا شطرة السلام عليكم عييت ما كيتيك ما ناخذ شي ضرب كلشي ما كنتي جا نضرب واخا تنتزرام بيد بنت الشان تغوز الدار كلشي استوان دارين كيتي جمر واحد اصدي تزرم الله يرحم الوالدين واحد اصدي دير تصور الا كان تم غير تساول في العربيه يا هورت اللي طمعتي تساول في العربيه المهم راه حدا دير تزرم كي جمر داري راه حدا دير تزرم كي ما تساول في العربيه طمعتي هذا تصور صح جاي تجنينو تساول تاع عربي لا جزاكم بخير الله يعطيكم الخير راه حنا مضرين راه كنباتو غير في الشارع عندنا الدراري الصغار والكلاب كيدوروا لينا على الدراري الصغار كنخافوا في الليل غير ياكلوهم الكلاب عندي انا راجل مهرس راه هو هز لي عكاكس عندي الدار طايح فيها شويه واحد طلع ما قدرناش ندخلوا للجور واحد طلع كنعسوا غير في الشارع
كاين اللي ماكله من البارح. صافي شكرا. ايوا هادشي اللي عندنا وراجو راهو ما راهو ما راهو اييه صافي بحال الا مهجورين شحال هادي ما قدرناش مازال كاع ندخلوا ليهم. صافي وصلت الرساله ديالكم. حتى حاجه والجور عندنا مشقين دابا الى حسينا غير بشي حاجه ديال الريح كنخافوا. شكرا شكرا يعني وصلت الرساله مشاهدينا الكرام. اذا الى اللقاء.